لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ لأنه هذا سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى تجيب هذا السائل ما لم يتضمن ضرر على المجيب أو إعانة على ممكن. جاء الشيخ خارج من هنا، قابل واحد عند الباب، قال أسألك بالله، أن طالب علم ودرسنا كتاب التوحيد، أسألك بالله 10 ريال والله مصدق، أبغى أشتري بكرة دخان وأشرب وأروح، أسألك بالله تعطيني؟ ها تعطيني؟ لا. قال كيف؟ سؤال بالله. قال هذا إعانة على منكر. قال الدخان منكر؟ قال نعم. من يقول أنه ليس بمنكر؟ منكر ونسب. نعم. أو ضرر على من؟ على المجرم. هذا الأخ يشبه واحد من الإخوة، فجاء قال والله مضطر للسفر، أريد أسافر، تعرف التأشيرة الخروج والعودة، وأنتم ما شاء الله عندكم جنسية مفتوحة، فأنا أخذ جواز سفر أسافر وأرجع، ما يحصل ضرر ولا شيء، سافر بجوازك وأرجع، وش الإشكال؟ صحيح؟ أسألك بالله تعطيني جواز السفر، ضرر على المجيب، لكن إذا كان لا يوجد ضرر يصح. طيب يأتي بعض الناس وأنت تشتبه فيه، ممكن أن يبقى دخان وممكن يبقى طعام، فقال أعطيني 10 ريال أبغى أكل، وأنت تشك في أنه يبغى مخدرات يبغى دخان يبغى كذا، إيش تصنع؟ تقول تعال معي أنا أشتري لك طعام من المطعم من هنا، أشتري لك طعام، أو اذهب إلى المطعم واتصل عليه أن المطعم المحاسب مثلا بالأنظمة الحديثة مثلا مثلا، يصح؟ نعم هذا أحسن وأولى، مفهوم؟ نعم. عندما ذكر باب السؤال بالله ذكر هنا السؤال بوجه الله. أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلكم وإياكم منكم منهم يثبتون لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل ما للخلق، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى. طيب مع التنزيل، لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، يعني الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، تقول اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، أما تسأل الله سبحانه وتعالى بوجه أثاثا جميلا تؤثث به المنزل، لا. لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الجنة أو ما يؤدي إليها. نعم. ما جاء في اللو يعني استعمال اللو، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا من توفيق الله لهذا الرجل رحمه الله لله ضره، يقول استعمالات لو 6. الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد، أهل النفاق ماذا قال؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. الأصل يقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا الذي حصل بقضاء الله وقدره. الثاني الاعتراض على القضاء والقدر، اعتراض على القضاء والقدر، هذا يقول له هذا يقول لا تسافر اليوم، قال انا استخرت واسافر، يسافر يحصل له حق، قال لو سمعت كلامي وما خرجت ما حصل لك حق. الاعتراض قضاء القدر. الرابع الثالث الثالث فتح باب التحسر والندم، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه لو من عمل الشيطان، إيش تقول؟ قدر الله وما شاء فعل. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب، يشرب خمر تقول يا أخي اتق الله، اتق الله كيف تشرب خمر وانت مسلم؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر وانما اشرب بقضاء الله، ماذا تصنع مع هذا؟ تضرب حتى يغمى عليه، تضرب حتى يغمى عليه، اذا افاق قال ليش تضرب؟ تقول لو شاء الله ما ضربت، وش اسمع لك؟ قدر الله نضربك، اقتنع اتركه، ما اقتنع تضرب الثاني. إذا يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب لا على المعائب. تمام، هذا الرابع. إذا 4 استعمالات كلها محرمة، اعتراض على الشرع،
اعتراض على القدر، فتح باب التحسر والندم، احتجاج بالقضاء القدر على المعايب لا على المصائب، هذه محرم. الخامس من استعمالة لو في تفصيل بحسب المتمنى، تمنى خيرا فلو خيرا، تمنى غير هذا فلو محرم. قال لو أن لي مالا مثل فلان تصدقت هذا خير، وقال لا صنع فيه محرم، هذه لو محرم. السادس من استعمالات لو أن تستعمل لو في الخبر المحض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى. ندم لا والله خبر محض. أقول للشيخ معاذ أقول له لو جئت البارحة لاستفدت، خبر يصح. هذه استعمالات لو الستة. نعم.